فهذا هو الدرس 29 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. كما تعرفون أيها الإخوة، ليس من دأبي أن أتحدث في هذه الدروس في موضوع لا علاقة له بموضوعات الدرس، ولكن بين الحين والآخر تعرض أمور تضطرنا إلى أن نتوقف عن منهاجنا للضرورة، وأن نبين هذه المسألة التي تدعو الضرورة إلى بيانها. نعم، من ذلك فتوى صدرت مني كتابة في مجلة أجيب فيها بين كل شهر وآخر عن الاستشارات الدينية والاستفتاءات الدينية التي أتمكن من معرفة الجواب عنها. التقطها بعض الناس وشوهوا الكلام الذي قلت، وأخذوا ينشرون هذا الذي قلته مشوها بين الناس، وكنت أود أن أتمكن من أن أحسن الظن بهؤلاء الإخوة، وحاولت جاهدا أن أحسن الظن بهم، ولكني وجدت أن السبيل إلى حسن الظن بهم مغلق نهائيا. لماذا؟ هؤلاء الإخوة الذين شوهوا جوابي أو الفتوى التي كتبتها هم يعيشون هنا في البلدة التي أعيش فيها، ويعرفون مكاني ويعرفون مكان وظيفتي، ويرونني بين الحين والآخر. كان بوسعهم أن يتجهوا بالسؤال إلي، إن افترضوا أنني مخطئ فالمفروض أن يسألوني وأن يبينوا لي ما قد وقعت فيه من زلل، وبذلك يكتسبون أجر تنبيهي من هذا الخطأ. وإن افترضنا أنهم هم المخطئون فكذلك رجوعهم إلى المصدر الذي هو أنا يحل المشكلة، ولكن واحدا منهم لم يعد إلي أبدا، وإنما أخذ ينشر وينثر هذا الكلام الذي قلته مشوها بين الناس، وينشر عني قالة لم أقلها. إذن لابد للعقل الإنساني أن يتصور أن النية سيئة، وأن هؤلاء الذين يفعلون هذا تنطوي قلوبهم على سواد وعلى ضغائن، وإلا فما أيسر أن يسأل الواحد منهم هذا الذي استشكل كلامه، إما عن طريق الهاتف، وإما عن طريق المكان الذي هو موظف فيه، وإما في مثل هذا الدرس. ولقد آثرت الصمت إلى هذا اليوم خوفا من أن يكون حديثي في هذا الموضوع سببا للغط لا يحقق الفائدة المرجوة، ولكن وجدتني الآن أمام ضرورة تضطرني إلى أن أشرح الأمر وأوضح. قبل أن أذكر لكم الاستفتاء الذي وردني والفتوى الذي أجبت، أعرض لمبدأ ينبغي أن يكون معروفا لدى كل مسلم: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تعرض نفسها بدون موجب وتعرض زينتها فضلا عن دقائق جسمها وعورتها على رجل أجنبي؟ هل يجوز؟ لا يجوز ذلك. حسنا، فإذا أصيبت هذه المرأة بمرض
وتبين أن هذا المرض لا يمكن تشخيصه إلا بواسطة طبيب أجنبي، ولا يمكن لهذا الطبيب أن يشخص هذا المرض إلا إذا كشف عن أخص دقائق جسمها وعورتها، ولا توجد طبيبة مختصة، لا سيما وإن هذه المرأة إن لم تعرض نفسها لهذا الطبيب لكي يشخص هذا المرض لا حياتها معرضة للخطر، بل علاقتها مع زوجها أيضا معرضة للخطر. ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يجوز لها أن تضع نفسها أمام الطبيب الأجنبي من أجل أن يشخصها وأن يرى منها ما يحرم رؤيته منها لهذه الضرورة؟ يجوز أم لا؟ يجوز، لا خلاف في هذا إطلاقا، لأنها ضرورة. نحن نعلم أنه لا يجوز أن يركن الإنسان إلى استعمال المخدرات، أليس كذلك؟ ودائما نحن نحذر من هذا ونثير الحملات ضد انتشار المخدرات وضد الذين يحقنون أنفسهم بحقن المورفين ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فإذا كان زيد من الناس يعاني من مرض، من أوجاع، توقف سكون أوجاعه على حقنة من هذه الحقن كالمورفين مثلا، بعلم طبيب بالقدر الذي يخفف المرض أو الوجع أو يزيله، ما هو حكم استعمال حقن المخدر في هذه الحالة؟ جائز أم لا؟ جائز للضرورة طبعا، ضمن حد معين ومع بيان طبيب مختص. هل يجوز للإنسان أن يستقرض مالا بالربا؟ لا يجوز ذلك. أو أن يقرض بربا؟ لا يجوز، هذا شيء ما نص عليه بيان الله عز وجل. فإذا جاء إنسان قد تعرض للهلاك بسبب جوع أو بسبب عري أو بسبب عدم وجود مأوى، تعرض للهلاك ولا يوجد من يعطيه ولا من يقرضه قرضا حسنا، ولا يوجد إلا من يقرضه بربا، وإن لم يقترض من هذا الإنسان بالربا تعرض للهلاك إما بسبب جوع أو بسبب عري أو بسبب عدم وجود مأوى، هذا الربا الذي أفتينا بحرمته ما هو حكمه الآن في حق هذا الرجل؟ جائز. هل يجوز للإنسان أن يحتسي سما؟ لا يجوز، وإن فعل ذلك فهو منتحر وقاتل لنفسه. لكن إذا ابتلي هذا الإنسان بمرض وعرض نفسه لطبيب وقال له الطبيب المختص الذي يثق بهذا المريض إن هذا المرض لا علاج له إلا نوع من السم يمدد ويؤخذ منه جرعات محددة، هذا السم الذي كان محرما بالنسبة لهذا الإنسان ما هو حكمه؟ جاز، هذا مبدأ عام. نعود إلى مثال المرأة المريضة، امرأة مريضة مرضا أفقدها أنوثتها، أي تمثل مرضها في برود جنسي لم تعد تجد ما يمكنها من الإقبال إلى زوجها أو النظر إليه، وأخذها زوجها إلى الأطباء وتبين لدى الفحص من قبل الأطباء المتخصصين أن هذا المرض لا يمكن
علاجه إلا بتحريض الهرمونات الموجودة والراقدة لديها بوسيلة من الوسائل. هذا التحريض إلى مدة معينة وبطريقة معينة هي التي تعيدها إلى وضعها الأنثوي. وكيف يكون التحريض؟ يكون التحريض باستثارتها، إما بأن تنظر إلى صور ومناظر مثيرة، أو أن تقرأ قصص أشياء مثيرة. أوضح الطبيب أن هذا هو العلاج، وإلا بقيت على هذه الحالة. وهذه الحالة إذا بقيت فإن العلاقة الزوجية مهددة بالانقطاع والطلاق. نعم. نظر إلى صور محرم تماما، كعرض المرأة جسمها على رجل طبيب أجنبي، تماما كاستعمال المخدرات، تماما كاحتساء السم، تماما كأكل المال الربوي. نعم، النظر إلى الصور العارية أو المثيرة محرم، ولكن إذا تبين لدى بيان طبيبين عادلين موثوق بهما أن هذا المرض لا علاج له إلا هذا الأمر، ما حكم النظر إلى هذه الصور بالنسبة لهذه المريضة؟ كما جاز لها أن تعرض جسمها وأخص دقائق جسمها وعورتها على الرجل الأجنبي، جاز هذا من باب أولى، لأن الخطر هناك أشد. نعم، هذا ما قد قلته. رجل أرسل إلي يخبرني عن قصة مؤلمة مأساوية الحقيقة. زوجته شاذة من هذه الناحية، كلما دنا إليها اشمأزت منه وفرت، لا توجد أي علاقة زوجية بينها وبينه، وفي الوقت نفسه هي تتألم لهذه الحالة. طاف بها على الأطباء ودققوا ونظروا وتبينوا، قالوا إن الهرمونات الخاصة بالأنوثة لديها ضعيفة جدا، وهذه الهرمونات لابد من أن يتم تحريضها بواسطة مهيجات طبيعية. وكان العلاج الذي قاله هؤلاء الأطباء هذا الأمر أن تستثار عن طريق صور أشياء مما نقول عنه محرم، ومما نقول دائما إن الصور المحرمة العارية هذه الأفلام كلها محرمة. الشيء المحرم في هذه الحالة ماذا أصبح حكمه؟ أصبح حكمه مرخصا به، ويقول الرجل انتهى الأمر إلى العزم على الطلاق وقررت الزواج من إنسانة أخرى. ثم يقول نصحني الأطباء بهذا الأمر، وتحت الضرورة وضعتها أمام صور من هذا القبيل، وخلال فترة محددة تجاوزت هذه الأزمة وزال وغاب عنها هذا الشذوذ، وأقبلت إلي كأي امرأة عادية، والتأمت العلاقة بيني وبينها، والآن قطعت هذا العلاج. هل عصيت الله في هذا الأمر؟ هل يتوقع مؤمن أن أقول له نعم عصيت الله في هذا الأمر؟ ممكن أن ينقطع لساني ولا أقول هذا الكلام. كيف أقول هذا والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام؟ كما أنه لا يجوز للإنسان أن يحلل الحرام، كذلك لا يجوز له أن يحرم الحلال. هذه قاعدة، ومنطلق هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نحن دائما نستفتى، هل يجوز للمرأة أن تجهض نفسها بعد 40 يوما؟ نقول لا. جمهور العلماء على أن المرأة إذا مضى من أجل حملها 40 يوما سمي محصول الرحم جنينا، وعندما يسمى جنينا لغة يأتي الحفر الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم العام. طيب،
عندما يأتيني من يقول إن زوجته حامل وقد مضى من أجل حملها شهران لا 40 يوما وهي مريضة مرض كذا، وقد قال أكثر من طبيب أنها إذا بقيت حاملا إلى الولادة فإن حملها يعرضها للموت واحتمال الموت راجح، يعني ظني. طيب كنا نقول لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوما، الآن بالنسبة لهذه الحالة ماذا نقول؟ نقول يجوز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إذا ذكر طبيبان كما يقول العلماء، طبيبان تثق بهما هذه المرأة، شوف الدقة، معادلان تثق بهما المرأة أو يثق بهما المريض أيا كان، أن بقاء هذا الحمل يعرض الحامل للهلاك واحتمال الهلاك أكثر من 50%، فمبدأ سلم الأولويات يقرر نضحي بالحاجي في سبيل المحافظة على الضروري. نقول نعم، لكن إذا كان هذا الجنين قد نفخ فيه الروح وأصبح حيا مثل الأم تماما، أصبحت الحياتان بمستوى واحد. قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تنطبق على عشرات الأمثلة. طيب هذه الفتوى جعلت بعض الناس، وأسأل الله الهداية لنا جميعا، يلتقطونها ثم يشوهونها، وعملية التشويه واضح أنها متعمدة، ثم ينشرونها بين الناس دون أن يواجهني أحد بهذا العمل كسؤال كاستبصار. أرأيتم إلى فلان بماذا أفتى؟ إنه يفتي بجواز النظر إلى الأفلام الإباحية. أرأيتم ماذا قال؟ إنه قال كذا وكذا وكذا. هذا الرجل الذي تثقون به، انظروا إلى الفتوى التي قالها. منذ حين وأنا أسمع وقالة السوء هذه تنسب إلي، وأنا صامت وأصبر، لأنني لا أريد أن أخوض في مسألة أخشى أن يعني تسبب لغطا بدلا من أن تضع النقاط على الحروف، لكن وجدت أن هنالك خطا متعمدا مقصودا. نعم، هنالك أناس أعرفهم ويعرفونني لا يقابلونني ولا يسألونني، وإنما ينشرون هذا الأمر بين الناس بهذا القصد. فاقتضى الأمر أن أوضح لكم، إذا كنتم قد سمعتم بهذه المسألة فهذه هي حقيقتها. ولو سئلت غدا وبعد غد وبعد غد لن أغير حكم الله سبحانه وتعالى. الضرورات تبيح المحظورات. في تراثنا أيها الإخوة، يعني هنالك أمور لا نستطيع أن نفصل القول فيها، في تراثنا علماء جمعوا بين الطب والشريعة الإسلامية مثل ابن سينا وغيره، ألفوا مؤلفات خاصة لتهيج الناس الذين يعانون من مرض من هذا القبيل، من شذوذ، من تراجع في طاقاتهم كرجولة أو العكس من ذلك. علماء ألفوا هذا وكتبوا في مقدمة كتبهم أن هذا إنما وضع علاجا لأناس قد أصيبوا بكذا وكذا وكذا، فهذا الكتاب ينبغي أن يكون عبارة عن علاج لهؤلاء الناس، موجود في تراثنا. والذين ألفوا هذا هم من العلماء الصالحين، لكن المسألة تكون ضمن حدود، ضمن حدود دائما. والكلام الذي ذكرته في مجلة طبيبك، هاي المجلة التي نعم تريدني استشارات دينية واستفسارات وأجيب عنها، قلت إذا ثبت أن الطبيب الموثوق به قال هذا هو العلاج
وأن المسألة وصلت إلى هذه الحد التي تقول فإن سلم الأولويات يفتي بكذا وكذا ولا مانع، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر يستعمل كعلاج ضمن حدود معينة، فإذا زالت الحاجة عاد هذا الأمر فأصبح محرما. هذا هو الكلام الذي لا بد أن نقوله في بيان هذا الحكم. أرجو من كل من سمع منكم هذا الكلام وفهمه أن ينقله، وإذا رأى واحدا من هؤلاء الذين ينشرونه بدافع من سواد القلب ينبغي أن ينبهه إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولعل تسجيلا لهذا الكلام ينتشر أيضا بين الناس الذين يثيرون هذا اللغط. وأنا أقول أيها الإخوة، أقول إن كان هؤلاء الذين يثيرون هذا الكلام ورائي دون أن يسألوني، إن كانوا يفعلون هذا جهالة فأسأل الله أن يعلمهم، وإن كانوا يفعلون هذا لأنهم يخبون في تيه وضلال فأسأل الله أن يهديهم، ولكن إن كان الذي يحملهم على هذا سواد في قلوبهم وحقد كامن في نفوسهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم بما يرى هو أنهم أهل له، بما يرى الله عز وجل أنهم أهل له، لأن مثل هذا العمل إذا كان متعمدا يقصد منه الإساءة فهي ليست إساءة إلي وإنما هي إساءة إلى الدين. نعم، ما كنا يوما ما لنبيع إيماننا وديننا ولله الحمد بأي صفقة، بأي صفقة لا غالية ولا رخيصة. نعم، بعد هذا السن نغير ونتلاعب بدين الله عز وجل، فليتق الله أصحابها هذه القلوب السوداء. إذا نعود أيها الإخوة إلى ما كنا بصدده. قلنا في آخر الدرس الماضي إن الإسلام جاء إلى الأسرة الإنسانية بمبدأ السلم، وحسبكم في هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولو علم الله أن هنالك بوابة يدخل منها الناس إلى سلم حقيقي غير بوابة الإسلام لشرع لهم تلك البوابة، ولكن علم كل عاقل درس الإسلام أنه لا يمكن للأسرة الإنسانية أن تلتقي تحت مظلة سلم حقيقي إلا إن كانت هذه المظلة هي الإسلام. طيب، شرحنا ذلك تماما. فإذا شرع الله الجهاد ففي سبيل السلم يشرع الجهاد، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي سبيل السلم أيضا، وإذا شرع الله قانون العقوبات والحدود ففي سبيل انتشار السلم. انظروا إلى قوله عز وجل ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة. القصاص قتل، لكن الله جعل القصاص سبيلا إلى الحياة، يعني العقوبات التي شرعها الله لم يشرعها إلا لأنها السبيل الذي لا بديل عنه إلى انتشار السلم، والسلم لا يمكن أن يتحقق إلا في مناخ العدالة. هذه خلاصة ما قلناه في آخر درسنا. الآن نضع أمامنا حالتين التاليتين: عندما يشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد ويأمر عباده بالجهاد، هذا الجهاد ينقسم إلى حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن تقوم حالة حرب بيننا نحن المسلمين وبين أناس آخرين غير مسلمين، ولكن دون أن يقتنص أولئك الناس حقا لنا، ودون أن يغتصبوا أرضا،
ودون أن يضعوا أيديهم على شيء من ممتلكاتنا، ومع ذلك تقوم حالة حرب بيننا وبينهم. قد يقول قائل في مثل هذه الحالة: لماذا ستقوم الحرب إذا لم يكونوا قد استلبوا منا أرضا ولا حقا ولا اغتصبوا منا شيئا؟ لماذا تقوم حالة الحرب بيننا وبينهم؟ نعم، تقوم حالة الحرب لأكثر من سبب. بلغنا أنهم يخططون لحربنا، لم يحاربون بعد لكنهم يخططون، وبحثنا ثم بحثنا فتأكدنا أنهم يخططون لحربنا. هل يجوز لنا أن نبدأهم قبل أن يبدأونا أم لا؟ يجوز كما أوضحنا. طيب، هذه حالة حرب بدأت دون أن يكون هؤلاء المحاربون لنا قد اغتصبوا منا أرضا، هذه حالة، حالة أخرى. ألا أمرنا الله عز وجل نحن المسلمين أن ننشر الإسلام في الآفاق وأن نبلغ رسالات الله عز وجل إلى أسماع الناس، طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار لا بالإلزام، هذا واجب. فعلنا ذلك، أرسلنا علماءنا دعاتنا المرشدين إلى إفريقيا إلى أوروبا إلى جهات آسيا لينشروا الدعوة، هذا واجب. ونظرنا وإذا ببعض الدول وقفت في وجه هؤلاء الدعاة. ما معنى وقفت؟ يعني كممت أفواههم، لم تسمح لهم أن يبلغوا رسالات الله ولا بالكلام الحسن. ما موقفنا نحن في هذه الحالة؟ موقف الدولة الإسلامية، موقف الدولة الإسلامية أن تنظر إلى قوتها، فإذا وجدت أنها تستطيع أن تحارب هؤلاء الذين يمنعون المسلمين من إبلاغ رسالات الله بالكلمة والموعظة الحسنة، نقاتلهم. نقاتلهم لماذا؟ لأنهم محاربون. نحن جئنا كما قال ربعي بن عامر ليزد جرد: جئنا لنخرج من شاء منكم، لا بالإكراه، من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ونحن نريد أن نعلم وأن نبلغ رسالات الله ثم نرجع. فإذا تركتمونا والله لا مطمع لنا بحياتكم ولا بأموالكم ولا بأراضيكم، نبلغ ثم نعود، من شاء أصغى وآمن ومن شاء لم يصغي. لكن إذا كنتم تريدون أن تمنعونا من أداء الواجب الذي كلفنا الله عز وجل به، فهذه حرابة، ونحن مكلفون أن نحارب من يحاربنا. إذن أقول هنالك حالات يجد المسلمون أنفسهم فيها في حالة حرب مع أعداء لهم بدون أن يكونوا قد استلبوا أرضا أو وضعوا أيديهم على مال أو نحو ذلك. هل للدولة الإسلامية في هذه الحالة أن تبرم صلحا بين المسلمين وبين تلك الجهة التي تحاربها؟ الجواب: ما دام تلك الجهة التي تحاربنا لم تستلب أرضا ولم تضع يدها على حقوق ولم تغتصب لنا مالا، فالمسألة تعود إلى بصيرة ولي أمر المسلمين. هذا حكم من أحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية. إذن الإمام إذا رأى أن يبرم صلحا بين المسلمين وبين تلك الجهة لأنه رأى المصلحة تقتضي ذلك، فهذا جائز، ولكن بشرطين اثنين. ما هو الشرط الأول؟ أن يتفق، أن يصدر هذا الصلح من ولي أمر المسلمين يعني الخليفة. فيما مضى كان للمسلمين ولي أمر واحد، ورحم الله تلك الأيام أيام العز، كانت هنالك كان ولاة، يعني في نوع من اللامركزية، كل والي لكل مقاطعة يعني مثل رئيس مستقل، لكن في ارتباط، كلهم يرتبطون بمن؟ بالخليفة الواحد. فإذا رأى الخليفة أن هذا الصلح مفيد فعل ذلك، ولكن عندما يكون أئمة المسلمين كثور
كثيرين مثل الآن، ما الحكم في هذه الحالة؟ يجب أن يتفق حكام المسلمين جميعا على هذا الصلح، لأن 100 من الحكام يساوي خليفة واحد، فكما أن الخليفة ينبغي أن يكون هو المرجع، إذا انقسم الخليفة الواحد إلى 100 رئيس، إذا 100 رئيس ينبغي أن يكونوا متفقين على هذا الأمر. يعني لو أن بعضا من رؤساء الدول العربية رأوا أن من الخير إبرام الصلح مع ذلك العدو، البعض الآخر قالوا لا والله ما ينبغي أن يتم هذا الصلح، الصلح خطأ، لم يتم الاتفاق، إذن هذا الصلح لا يمكن أن يتم. لماذا؟ لسبب نقلي من فم سيدنا رسول الله، ولسبب عقلي لاحظه سيدنا رسول الله. أما السبب النقلي فهو البند، لا أعد أذكره، بند رقم كم، هو البند موجود في وثيقة تشمل حوالي 54 بند. هذه الوثيقة أملاها رسول الله على أصحابه وأصبحت دستورا عندما استقر في المدينة المنورة وهاجر من مكة إليها. هذا الدستور ينظم حياة المسلمين بعضهم مع بعض، وينظم حياة المسلمين مع اليهود الذين كانوا يعايشونه في المدينة، وينظم حياة المسلمين مع الأعداء الذين يأتون فيقاتلونه في حالة السلم وفي حالة الحرب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد من هذه البنود: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. لاحظوا هذا الكلام الدقيق، إن سلم المؤمنين واحدة، يعني إذا قرر المؤمنون سلما ينبغي أن ينطلقوا من قرار واحد. ثم شرح فقال: لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، يختلفون لا، إلا على سواء وعدل بينهم، أي إلا على اتفاق. معنى هذا الكلام في هذا الدستور أنه لا يجوز إذا فكر بعض حكام المسلمين بإبرام صلح مع عدو لهم إلا أن يتفقوا مع سائر زملائهم من حكام المسلمين، فإنهم اتفقوا فمرحبا، وإن لم يتفقوا فحالة الحرب قائمة. هذا الدليل النقلي. ما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي واضح، فعندما 4 من حكام العرب والمسلمين مثلا قرروا إبرام صلح مع هذا العدو، والعشرة أو البقية الآخرين قرروا عدم إبرام الصلح، ما الذي يحصل؟ يحصل أنه إذا قامت حرب بين هذا العدو وبين زملائنا الحكام أولئك، أنا باعتباري أبرم الصلح معهم لا أستطيع أن أقاتلهم، وفي هذه الحالة سأجد أن عدوا يقاتل إخواني دون أن أستطيع مد يد العون إليهم. إذن الصلح الذي يتم بقرار من بعض المسلمين من شأنه أن يمزق وحدة الأمة. هذا هو السبب الذي دعا رسول الله إلى أن يقرر هذا البند في هذه الوثيقة. الشرط الثاني، الشرط الثاني هو إذا تم هذا الصلح باتفاق المسلمين طبعا بهذا الشرط الأول، ينبغي أن لا يصدر من تلك الجهة التي صالحناها أي عدوان على إنسان من المسلمين، أي عدوان على أرض، أي تخطيط لقتال. تم الصلح، ما ينبغي أن يكون تحت هذا الصلح غش. فإذا رأينا، ونحن ينبغي أن نكون عيونا مفتحة، ينبغي أن تكون استخبارات المسلمين قوية دائما. نعم، وكان هذا شأن الخلفاء الراشدين لا سيما سيدنا عمر. فإذا رأينا أنهم بعد الصلح
أخذوا يخططون سرا لقتال. ينبغي أن نعلم أن هذا صلح انتهى، نعلن الصلح الذي كان بيننا وبينكم انتهى بقرار منكم، أو رأينا أنهم وضعوا أيديهم على حق من حقوقنا، استلبوا حقا عينيا أو حقا معنويا من حقوقنا، إذن لا صلح. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني ما هو دليله؟ دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، كيف كانت حال المدينة؟ كان اليهود دائما يثيرون الفتن بين الأوسيين والخزرجيين، ولذلك الحرب دائما كانت قائمة بين الأوسيين والخزرجيين. ومن الذين كانوا ينفخون في نيران هذه الحرب؟ بنو قريظة أو بني النضير أو بنو قينقاع؟ اليهود. طيب، إذا كان في حالة يعني حرب، ولو بنقول حرب باردة، بين اليهود وبين المسلمين الذين هاجر إليهم رسول الله. طيب النبي ماذا صنع؟ عقد صلحا بين المسلمين وبين هؤلاء اليهود بموجب الدستور، بموجب هذه الوثيقة. تقرؤون هذه الوثيقة تجدون هذا الصلح وشروط الصلح وبنودها. نعم، يهود بني عوف أمة، يهود بني فلان أمة، نعم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولكل نفقتهم، نفقة اليهود مستقلة، يعني اقتصادهم مستقل بهم واقتصادنا مستقل بنا إلى آخره. إذن وقع صلح بين اليهود وبين المسلمين بكتاب أبرمه رسول الله، لا مانع. طيب، ولكن لما بدرت من بني قينقاع الخيانة المعروفة، ماذا كان موقف رسول الله؟ أنهى هذا الصلح. لما بدرت من بني النضير الخيانة المعروفة، تلك المرأة التي دخلت سوق بني قينقاع وقد نعم غطت وجهها، لأن اليهود ما ينبغي أن يروا وجه امرأة مسلمة، أرادوها على كشف وجهها، ثم أساءوا إليها إساءة معروفة، نعم، وقام فانتصر لها بعض المسلمين فقتل المسلم على أيدي اليهود، ماذا صنع رسول الله؟ أعلن أن كتاب الصلح تمزق انتهى. بنو قريظة نفس الشيء. إذن هذا دليل. دليل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام أبرم صلحا يوم الحديبية، يوم اتجه إلى مكة معتمرا هو ومئات من أصحابه، ثم إن المشركين منعوه وصدوه عن دخول المسجد. بعد المراوضة وبعد الحديث وبعد الحوار عقد صلح، أبرم رسول الله صلحا بين المسلمين وبين المشركين. إذن ممكن. لاحظوا أن الشرط الأول معروف، وهو أن المشركين لم يكونوا قد استلبوا أرضا للمسلمين، لم يكونوا قد استلبوا حقا. مكة دار كفر، ما كانت دار إسلام لسه، وما أجوا لا أخذوا جزء من المدينة ولا شيء. إذن ممكن أن يصير في صلح إذا رأى رسول الله ذلك. نعم، وما في رئيس دولة غيره حتى يصير في اتفاق. طيب، إذن أبرم هذا الصلح، لكن عمر هذا الصلح كم استمر؟ استمر طالما كان المشركون أمناء على هذا العقد، لكن لما خانوا ماذا صنعوا؟ من المعلوم أن قبيلة بني خزاعة دخلت في عهد رسول الله، وقبيلة بني بكر دخلت في عهد المشركين. يعني لما أبرم هذا الصلح، بنو خزاعة مشركون، بنو خزاعة قالوا نحن نلجأ إلى حلف مع رسول الله رغم أنهم مشركون. بنو بكر قالوا لا، نحن مع أهل مكة، مع مشركي مكة. طيب، في يوم من الأيام بيت عدد من مشركي مكة قبيلة خزاعة بغارة، وقتلوا عددا من رجال خزاعة. لك شلون هيك؟ بنو خزاعة دخلوا مع من؟ مع حلف رسول الله. إذن هذول بحماية رسول الله، إذن العدوان عليهم كالعدوان على المسلمين. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قام وأعلن انتهاء هذا الصلح واتجه إلى مكة فاتحا.
وهنا بين قوسين أذكركم أيها الإخوة بدليل آخر على أن الجهاد لم يشرع من أجل إجبار الناس على الإسلام، وإنما شرع الجهاد كما قال جماهير المسلمين من أجل درء الحرابة. دليل بنو خزاعة مشركون ولا مسلمون؟ مشركون، ومع ذلك دخلوا في حماية المسلمين يوم صلح الحديبية. طيب مشركون هؤلاء ومع ذلك فرسول الله حماهم، لأنهم دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الجهاد شرع من أجل حمل الكفار على الإسلام لقال لهم أنا حماية داخلين، أنتم مشركين بتكون يعني أحميكم، أنتم مشركين بدي قاتلكم، شو الفرق بينكم وبين أهل مكة؟ واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب إذا عرفنا الآن الدليل على هذا الشرط الثاني، الصلح يبقى ما بقي أولئك الأعداء أوفياء مع المسلمين في هذا الصلح، فإن اعتدوا أو خططوا لعدوان، وإن استلبوا حقا اغتصبوا مالا، ففي هذه الحالة الصلح ينتهي أمده. لكن هنا شيء، نعم، ينبغي في هذه الحالة أن يعلن رئيس الدولة أن السلم أو الهدنة اللي كانت بيننا وبينكم يا جماعة انتهت، فلازم هلأ تتوقعوا قتال، نحن ما عدنا ملتزمين بذلك الصلح لأنكم فعلتم كذا وكذا وكذا. من أين هذا الحكم؟ قرار الله عز وجل. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. وقتم بتشوف بوادر الخيانة من جهة أنت عامل صلح معهم، تنبذ إليهم عهدهم علنا مشان كلهم يعرفوا. هذا من الأمور الأخلاقية التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها الدولة الإسلامية. طيب هذه الحالة الأولى انتهينا منها، الحالة الأولى ما تنسوها، ما هي؟ أن تقوم حرب بيننا وبين أعداء لنا لسبب غير استلاب أرض، غير اغتصاب وطن، غير استلاب حق. نعم الحكم هذا. الآن الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية أن يطأ عدو لنا أرضنا، يأخذ قطعة من وطننا، قطعة من بلدنا، أو أن يستلب حقا ماديا لنا أو حقا معنويا. هذا الوضع مبرر لأن نقاتله، وطبعا هذا سبب مهم من أسباب الحرب، هذا شيء معروف منصوص عليه في كتب الشريعة الإسلامية. والعلماء قالوا يا ترى القتال هنا فرض عين ولا فرض كفاية؟ الحقيقة الخلاف بعد التحقيق يعود خلافا لفظيا، لأن الذين يقولون هو فرض عين يعني يقولون يجب رأسا على كل أهل هذه البلدة رجالا نساء كبارا صغارا كل من يتأتى منهم القتال أن يقوموا فيردوا غائلة هذا العدوان على الأرض أو الوطن أو البلد. هذا كلام من يقول هو فرض عين. الذين يقولون فرض كفاية يصلون إلى هذا القرار لكن بالتدريج بالتدريج. شو بيقولوا؟ الجيش النظامي أولا. طيب الجيش النظامي خرج تبين أنه لا يكفي، إذا نضيف إلى الجيش النظامي نعم قدرا ممن نرى أنهم يقعون موقع الكفاية. طيب وجدنا أنهم لا يقعون موقع الكفاية نضيف إليهم غيرهم. إذا وجدنا أن العدو شرس من حيث كميته ومن حيث قوته ولا بد من أن يقوم المسلمون جميعا، إذن المسلمون جميعا. الفرق بين القولين أن القول الأول رأسا الكل، القول الثاني بيقول لا بالتدريج، لنشوف بالأول بركي بيكفي الجيش النظامي بعدين منضيف لهم الاحتياط بعدين منضيف لهم كذا وهكذا، فالنتيجة إذن واحدة. طيب في هذه الحالة هل يجوز لنا أن نبرم صلحا مع هذا العدو الذي قد استلب حقا لنا وهو رابض على هذا الحق
لا يزال مغتصبا لهذا الوطن، ها هنا محل البحث. الحالة الثانية، لا يجوز. طالما كان سبب العدوان باقيا فالصلح لا يتأتى، يغيب سبب العدوان يأتي الصلح. العدوان قائم، إذن الصلح لا مبرر له شرعا، لا يمكن أن تجد صياغة شرعية لهذا الصلح. طيب، قد يقول قائل طيب ما في صلح، يعني طيب ما نقدر نقاتل هلا، لازم يعني شلون ما كانت تكون الحالة رأسا يلا نقاتل؟ لا، في حالة وسطى بين الحرب وبين الصلح نص عليها علماء الشريعة الإسلامية. أنا عدوي قد استلب أرضي وها هو رابط على هذه الأرض، إذن أن أمد يدي إليه وأقول يا مرحبا تعال حتى نعمل سلم؟ ما في. لكن كمان بدي جهز جيوشي وقاتل في ثغرات، بدي استعداد، بدي تهيأ، كمان ما بدي رأسا قاتل. يقول الشارع طيب هنا في حالة وسطى بين الحرب المعلنة اللي ما لك قادر عليها وبين الصلح اللي ما بيجوز، شو هو؟ أن تنصرف إلى الاستعداد، تنصرف لكن لا تعلن الهدنة. تنصرف إلى ماذا؟ تستعد، تهيئ قوتك من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية ومن الناحية المعنوية، ويجب عليك أن تبذل كرئيس دولة كل ما تملكه في سبيل الاستعداد بكل أنواعه، الاستعداد المادي كما والاستعداد المادي كيفا والاستعداد المعنوي، وهذا من الأهمية بمكان. وأساليب الاستعداد كثيرة أيها الإخوة، مو شرط الاستعداد يكون طن ورني معلنا، لا، بل ربما كان الاستعداد ينبغي أن يكون سرا خفيا، وربما كان الظاهر يدل على أنه ما في لا استعداد ولا شيء. يعني هنا السياسة الشرعية تلعب دورا كبيرا. إذا قلنا لا يجوز إبرام الصلح مع من قد استلب حقا من حقوقنا، لا يجوز، كلمة لا يجوز هذا لا يعني أن علينا غدا رأسا أن نبدأ بالقتال ولسنا مستعدين، بل الشارع يعطينا الضوء الأخضر، بل يأمرنا، لا يعطينا الضوء الأخضر فقط، يأمرنا أن نستعد بكل معنى الكلمة. وهذا الاستعداد أشبهه بماذا؟ بإنسان استيقظ صباحا وقد بقي لطلوع الشمس نصف ساعة ووجد أنه محدث حدثا أكبر، أليس عليه أن يصلي؟ واجب عليه أن يصلي. طيب بجزء يقول طيب والله أنا محدث حدث أكبر يلا، وأنا ما عاد بقي وقت هلا أبنام بعدين بقى بصليها بوقت تاني، بنقول لا ما بيجوز. طيب لكان بقوم متيمم، لا كمان ما بيجوز. لا بيجوز أنك تروح ترعى ترجع تنام وتشخر وتقول لحالك يلا، لأنه أنا محدث حدث أكبر، ولبين ما أتغسل بكون طلعت الشمس، خليني بقى نايم، هذا ما بيجوز. كمان ما بيجوز تقول لكان خليني اتيمم، الماء موجود وانت سليم البدن، كمان ما بيجوز. لكن شو بتساوي؟ تقوم فتهيئ أسباب الاغتسال، وإن كان الجو باردا نعم تسبب، تأتي بماء ساخن نعم، توقد الحمام نحو ذلك، وإن اقتضى ذلك منك لا نصف ساعة ثلاثة أربعة ساعة، المهم أن عليك من الآن أن تستعد للصلاة وأن تهيئ أسباب صلاتك. فإذا استطعت أن تصلي قبل طلوع الشمس فبها، وإذا لم تستطع الأمر يعني احتاج إلى زمن أكثر فكذلك لا يؤاخذك الله، لأنك منذ أن أفقت وأنت تستعد. هذا مثال لذلك. نعم، ما بنجي بنعد بنا بنقول والله ما لنا قادرين لكن خلينا قاعدين أو نعمل صلح، لها نستعد، ووجوه الاستعداد كثيرة. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعلمه. الفقهاء أيها الإخوة في عند هذا البحث
نلاحظ دقة تعابيرهم، لا يعبرون بكلمة السلام، يعبرون بكلمة الاستسلام. يقولون إذا كان العدو قد سلب للمسلمين حقا أرضا وطنا دارا فلا يجوز للمسلمين أن يستسلموا. اليوم الهيئة الأمم وغيرها وهذول الدول الكبيرة اللي عم تقود النظام العالمي الجديد ما عم تقول يستسلموا، شو بيقولوا؟ تعالوا ندعوكم للسلام. يعني الضحك على عقول الناس وصل إلى درجة أن الأطفال لا يسري عليهم هذا الغش وهذا الخداع. هذا عمليا مو إسلام، هو استسلام، هو استسلام. طيب، وعن هذا النوع من الاستسلام نهى الله عز وجل عندما قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا السلم مرفوض لأنه سلم يجعلكم أذلاء، وهو سلم يجعلكم ترضون باستلاب العدو لحقوقكم لأراضيكم إلى آخره. طيب، قد يقول قائل منكم أيها الإخوة، ويوما ما قال ناس هذا الكلام، تقولوا طيب ليش ممكن أن واحد يأخذ حقوقنا ونعمل صلح معه؟ بالشريعة موجود هذا الشيء. لوين؟ قالوا نعم، في غزوة الأحزاب لما تكاثرت أحزاب المشركين من كل حدب وصوب على المسلمين في المدينة، قبيلة كذيل، قبيلة غطفان، المشركين، قبيلة بني بكر، قبيلة كذا، كل القبائل، اليهود بكل قبائلهم أحدقوا بالمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه جمع بعض الأنصار والمهاجرين فعرض عليهم أن يصالح قبيلة غطفان، وهي من أكبر قبائل المشركين، أن يصالح قبيلة غطفان على بعض ثمار المدينة في كل عام بشرط أن يعودوا ولا يشتركوا مع الأحزاب الأخرى في قتال المسلمين. لاحظين كيف؟ قال لهم شو رأيكم نجيب رؤساء قبيلة غطفان، قال لهم أخو تعال نعطيكم كل سنة من ثمار المدينة هالقد، بس حلوا عنا واتركونا ولا تقاتلونا. قالوا ها، هي النبي عليه الصلاة والسلام رضي أنه يعطيهم شيء من حقوق المسلمين، ثمار المدينة لمن؟ للمسلمين. فبدهم يأخذوا حقوقنا ونعمل كمان الصلح بينهم، هاي بيجوز أصبح. لاحظوا الدجل كيف يكون. في يوم من الأيام في ناس من الدساسين قالوا هذا الكلام، شو الجواب؟ كمل الحديث. لما طرح رسول الله هذا الرأي على الأنصار قال له أحد الصحابة يا رسول الله هل هذا وحي من الله أم هو شيء تصنعه لنا يعني مشان خاطرنا خايف علينا؟ لا، ليس وحيا من الله، بل هو شيء أصنعه لكم إلكم. فقال لا حاجة لنا بذلك، إنهم لم يكونوا يأخذون شيئا من ثمار المدينة يوم كنا مشركين، أفنعطيهم شيئا من حقوقنا بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ فلما قالوا هذا الكلام نعم تهللت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر لهذا الكلام ووعدهم النصر. طيب، هذا الذي جرى. إذن لم يجري رسول الله صلحا عمليا مع قبيلة غطفان، ولا جاء بأحد من قبيلة غطفان ليحاورهم في هذا، وإنما شاور بعض الأنصار في هذا الأمر. هل يؤخذ من هذه المشاورة التي لم تنفذ حكم شرعي؟ أجمع المسلمون أن مجرد المراوضة ومجرد المشاورة من رسول الله في أمر لم ينفذه لا يعتبر دليلا على حكم شرعي. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طرح هذا الموضوع مين قال لك أنه هو ناوي يعمل العمل؟ هو كان ناوي شو يسوي؟ يجس نبض أصحابه، يا ترى خايفين، يا ترى شاكين، يا ترى إذا قال لهم تاو لحتى نعمل صلب له إيه والله نحتى راضعه إلى آخره. نعم، ولذلك
مجرد المراوضة لا ينطوي على حكم، بل قال العلماء حتى لو أبرم رسول الله هذا الصلح لا يسري حكما شرعيا إلا بعد أن تنزل آية تؤيد رسول الله في هذا الأمر، أو أقل المراتب أن لا تنزل آية تعترض على رسول الله في هذا الأمر، عندئذ يصبح هذا العمل حكما شرعيا نافذا. فما بالك وهذا الأمر لم يخاطب به رسول الله قبيلة غطفان، ولم يعرضه عليهم، ولم ينفذه. كل ما في الأمر أنه جس من خلال هذا الحوار نبض الأنصار، كيف يمكن أن نستنبط من هذا حكما؟ لكن بعض المتحزبين الآخرين قالوا إذا وجد المسلمون مصلحة في أن يعطوا الجزية بها العبارة لأعدائهم فهذا جائز. من أين هذا الكلام؟ قالوا لأن الرسول فكر مع الأنصار أنه يعطي جزء من ثمار المدينة لقبيلة غطفان، فكر، ومين قالك أنه نفذ أو كان بده ينفذ أو كان حاطط بباله ينفذ؟ ولو نفذ هل يعتبر هذا حكما شرعيا إن لم يسكت القرآن على ذلك أو يؤيده؟ نعم، لذلك هذا الكلام غير جائز إطلاقا. نعم، إذا أسقط في أيدي المسلمين وفقدوا حريتهم واستلب منهم حقهم عنوة كرها، في هذه الحالة هذا شيء آخر، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا واحد إذا شلحك وانت بالطريق ما تقدر تقول إيه بجوز أعطيه ولا ما بجوز تعطيه، إن بجوز ولا ما بجوز، شلحك انتهى الأمر. وهذا الكلام له تتمة نشرحها إن شاء الله.